فحص حامل الاسطوانات وإعادة تركيبه. Check and insert ruler holder. أولا تجميع حامل الاسطوانات الرولر هولدر، والشكل الذي أمامنا يبين تركيب بنز حامل الاسطوانات رولر هولدر بين اللي هو ده، بحامل الاسطوانات بشكل صحيح بحيث تكون هذه الفتحة إلى أعلى. والشكل الذي أمامنا يقوم بتركيب الاسطوانات الأربعة الرولر بحامل الاسطوانات الرولر هولدر، ده الرولر والرولر هولدر، مع ملاحظة مكان وردة الاسطوانة كما هو موضح بالشكل مكان هذه الوردة. ثانيا قياس ارتفاع عدد أربعة اسطوانة رولر للتأكد ان اقصى اختلاف بين ارتفاع الاسطوانات الاربعة لا تتعدى ناقص او زائد 0.02. والشكل الذي امامنا يبين قراءة ارتفاع الاسطوانة الاولى الفيرست رولر، حيث يتم تحريك حامل الاسطوانات يمينا ويسارا، ثم يتم رفع ذراع العداد ذات المؤشر الدايل جيج ووضعه على الاسطوانة الثانية سكند رولر، وهكذا بحيث لا يتعدى الاختلاف بين ارتفاع الاربع اسطوانات بحوالي 0.020 مليمتر. ثالثا تركيب حامل الاسطوانات رولر هولدر كما بالشكل بواسطة استخدام زرادية بلاير.